ويستمر الحوار مع المهندس أشرف ثابت رئيس حزب النور وكيل مجلس الشعب السابق. حزب النور هو الحزب الذي يعتبر لاعب بالغ الأهمية في المرحلة السياسية السابقة والمرحلة المقبلة، خاصة بعد أن خرجت جماعة الإخوان المسلمين من مسرح الإسلام السياسي في المؤسسات الشرعية وقررت أن يكون دورها في الشوارع والميادين والاعتصامات والاحتجاجات وممارسة العنف، بينما اختار حزب النور أن يسعى إلى التغيير من داخل القنوات والمؤسسات الشرعية ومن خلال منطق الحوار والتوافق الوطني. قبل الاستراحة كان السؤال مع المهندس أشرف ثابت عن تاريخ العلاقة ما بين حزب النور وجماعة الإخوان، ووصلنا إلى محطة مهمة جدا وهي محطة الدخول في الانتخابات البرلمانية، ثم وجود نوع من الائتلاف أو التحالف بين الطرفين. كان طبيعة العلاقة كان شكلها إيه بينكم وبين الجماعة داخل البرلمان؟ والله إحنا يعني هو طبعا قبل انعقاد مجلس الشعب أو الجلسة كان معظم القياديين الإخوان اللي بيطلعوا أو الحرية والعدالة اللي بيخرجوا في البرامج الإعلامية وفي التصريحات الصحفية إحنا لسنا في تحالف مع حزب النور. هم بيقولوا كده؟ آه طبعا، لأن كان معظم القيادات يعني لو تم مراجعة الأشرطة في القنوات الفضائية هتلاقي التصريحات ديت وفي التصريحات الصحفية إحنا نحن لن نتحالف مع حزب النور. إحنا ما كنا بنسأل نفس السؤال، بنقوله نحن سوف نتحالف مع الحزب الذي لا يعارض مرجعيتنا ويحقق مصلحة وطنية، ليس لنا حليف استراتيجي. فكنا بنقول له والله لو لقينا مصلحة الوطنية مع حزب الحرية والعدالة هندعمه، لو لقينا مع الوفد هندعمه، لو لقينا مع أي حزب موجود هندعمه، ما دام الشيء المطروح لا يخالف المرجعية ويحقق مصلحة وطنية. ده كان كلامنا، لكن أنا بعتبر الخلاف الأكبر واللي هو للأسف يعني المحللين والإعلام تجاوزوا بطريقة كبيرة جدا وما فيش حد وقف عنده، هي الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزوري. ده كان موقف مهم جدا وجدير بالتحليل، وده كان عايزين نشرح الفارق ما بين الموقفين. اللي أنا فهمته كمتابع، حضرتك طبعا صححني لأنك أنت اللي شاهد على التاريخ، حضرتك تعرف أكتر مني، أنه كان الاعتراض ليس على ما تفعله حكومة كمال الجنزوري بقدر ما هو اعتراض على ان هذه الحكومة يرأسها كمال الجنزوري فهي معينة من المجلس العسكري، فبالتالي لابد من اسقاط هذه الحكومة بصرف النظر عما تفعل او عما تقول. بينما حزب النور كان يرى انه هذا امر يؤخذ منه ويرد عليه، وانه مش بالضرورة هي صواب مطلق او خطأ مطلق، ونحن نتعامل مع الناتج الذي تقوم به هذه الحكومة، فإن أخطأوا نصوبهم ولا نكتفي بإدانتهم بل نحاول أن نشرح لهم كيف يعني يصلحون الأمور، وإن أصابوا ما عندكمش مشكلة نفسيا أن أنتوا تشيدوا بالقرارات السليمة أو تشجعوا. هو هل هذا هو جزء كبير جدا من اللي حضرتك قلته هو في الواقع، ولكن يعني أنا بس المشكلة اللي اتطرحت طلب من الدكتور كمال الجنزوري انه هو يتقدم ببيان ليتم مناقشته. كويس. الدكتور كمال كان له رأي ان ده مش ضروري، يعني لان الحكومة وقتها قصير وفي انتخابات رئاسية، فطلب منه ان يعني يقدم ببيان الاعضاء يناقشوه كده، يعني اتعمل بيان. حقيقة البيان يعني وانا سالت الدكتور كمال الجنزوري كان بيان ضعيف، فانا زرته قلت له البيان. بس هو على فكره الدكتور كمال حتى من غير البيان يعني هو متحدث قوي، بيقولوا عليه عقله هو الكمبيوتر كان بتاع الحكومه، عنده كل الارقام، عنده كل البيانات، يستعني يرد من وقت ما كان في وزاره التخطيط، فهو لا تنقصه القدره، لكن يبدو ان هو كان مكتفي ان هي فكرة حكومة انتقالية، فلماذا بيان حكومي او برنامج حكومة واذا كان الحكومة دي يعني راحلة يعني.
هو ده كان يعني تفكيره، لكن لما طلب منه ان ده يعني عشان يعني يمكن عمله مختصر مثلا بالظبط كده، هو ده اللي حصل، او ما كانش يعني هو يعني موضوع من تأدية الواجب ان مش يترتب عليه شيء الا ان هو البرلمان هيناقشه فتقدم بالبيان. يعني انا شرفت ان انا اكون رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، لكن اللجنة بتتكون من رؤساء اللجان النوعية الموجودة في المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وبعض الأعضاء المستقلين. حقيقة أنا هنا يعني برضو يعني مناسبة اللي أنا يعني لم ابتديت اللي أنا أشوف البيانات السابقة، وابتديت استعين بمجموعة من الباحثين على مستوى عالي جدا، كلهم ماجستير ودكتوراه وعلى مستوى عالي جدا، كلهم معظمهم يعني خريج اقتصاد وعلوم سياسيه، وده حملهم وجود في المجلس. فابتدينا اللي احنا نشوفه البيان ونعمل خطه، ويبتدي اللي احنا يعني نرد على البيان وايه النقاط. حاولت انك ترد رد موضوعي يعني. بالظبط كده، من منظور اصلاحي يعني. من منظور اصلاحي انا شايف ان ساعتها ان وظيفه المجلس ان تقدم لنا بيان، انا شايف البيان ده غير كافي. اللي احنا نرجع البيان للدكتور كمال الجنزوري في رؤيه المجلس، رؤيتنا كنواب موجودين ايه اللي مفروض يتضمنوا هذا البيان. يعني مش لا اكتفي ان اقول لك ان انا بيانك مش كامل او مش عاجبني، لا انا شايف انه الصواب من منظورنا هو هكذا. هو هكذا، وكان انا يعني ليا رؤيه ان والله الدكتور كمال يعني يرجع له البيان برؤيه المجلس، وهو يتبنى رؤيه المجلس ويبتدي يعرضها مره اللي اخرى. في ايد حضرتك ده انا جايبه لحضرتك عشان بس ما بقاش بقول كلام مرسل. ده البيان اللي تم الرد عليه كم صفحة؟ ده 138 صفحة. وحضرتك اللي كنت مسؤول عن صياغته يعني؟ عن صياغته، لكن طبعا وقتها حضرتك كنت وكيل مجلس وكيل المجلس في ف 138 صفحة بالظبط كده. طيب اللي حصل بقى بالرد على البيان، وابتديت ان وفي حلول ومقترحات ومقترحات وفي كل هم كان الدكتور كمال الجنزوري اتكلم في خمس قضايا رئيسية. الخمس قضايا الرئيسية دول احنا ردينا عليهم، وابتدينا اللي احنا يعني ندي رؤيتنا كمجلس ايه اللي مفروض تتبناه الحكومة في هذا التوقيت. كان ملف قضايا التحول الديمقراطي والقضايا الأمنية، ملف الأمن والعدالة الاجتماعية والقضايا الاقتصادية وعلاقات مصر الخارجية. دول كانوا خمس ملفات، فحطينا يعني شغل فيهم جامد جدا، وطبعت نسخة على عدد أعضاء اللجنة بحيث ان احنا نبدأ حوار يبقى في مادة الناس تتحاور عليها. فعطيتها ووزعتها على أعضاء اللجنة 138 صفحة، وكانت كل لجنة بتديني توصياتها من 19 لجنة. فلما خدوا اللجنة جه في أول اجتماع بعديها تم الاعتراض على ما قدم للدكتور كمال الجنزوري. من مين؟ من أعضاء اللجان حزب الحرية والعدالة. اعترضوا على طبعا اعترضوا. ليه بقى؟ كان وجهه نظرهم ايه؟ هو اتقال لي كده انت كده بتدي قبله الحياه لكمال الجنزوري. قلت لهم والله انا بدي قبله الحياه للشعب المصري، احنا علينا واجب المفروض نؤديه. لازم نطرح رؤيتنا كمجلس للدكتور كمال، وفي الاخر احنا كلنا بنشتغل عشان هذا المجتمع. فلازم يبقى احنا لينا دور موجود، ومساله مش مساله اللي انا عايز ارفض البيان لاجل رفض البيان ومحاوله اسقاط الحكومه، او بصرف النظر عن الجدل ان من حق المجلس ان هو يسحب الثقه ولا مساله يعني احنا ابعد من ذلك شويه. فتم للاسف الشديد طبعا ان اعضاء موجودين وبيصوتوا، وكان يعني برضو في اعضاء بيتغيبوا كتير مش مهتمين شويه. اختصروا ال 138 صفحه في 13 صفحه، وبقى ده هو البيان. الرد على البيان 13 صفحه. 13 صفحه. واراء اللجان هي اللي اتحطت ان كلها كل اللجان رفضت بيان الحكومه. انا لاحظت انه كان مكتوب هنا مرفوض شكلا وموضوعا. شكلا وموضوعا، شكلا وموضوعا. واضح انه في موقف انه هو يعني يبقى في رفض تام. رفض تام لان في اصرار على سحب الثقة من حكومة دكتور كمال الجنزوري. ده يعني استقر في قلبك وعقلك ازاي من التجربة العملية دي؟ والله بإحباط، خيبة أمل. أنا أولا أول حاجة يعني حسيت بمرارة كبيرة جدا من الناس اللي تعبت.
في هذا العمل الكبير جدا. صعب عليك انه بذلوا كل هذا المجهود. اصل حضرتك ده تخصصهم وده شغلهم اللي منوط بيهم في المجلس. ناس بتقبض وبتاخد رواتب وحقيقه عاملين شغل في منتهى الروعه. يعني وانا يعني بكرر الشكر لهم من هذا المكان، وان جاء متاخرا يعني سنه ونص، ولكن هم عملوا شغل كبير جدا الباحثين اللي موجودين هناك، وكانوا بيواصلوا عمل يعني ليل بالنهار، وفي الاخر لقوا شغلهم اترفض ومن غير ما يتقرا حتى، يعني مجرد اللي انا نقرا الكلام اللي موجود لكن المبدا نفسه مرفوض. احنا البيان نقوله يا يا لا، بعدين انا رجعت بقى يعني قبل ما ارد على البيان رجعت البيانات لرؤساء الوزراء السابقين لغايه ما وصلت للدكتور كمال جنزوري لما كان رئيس للوزراء. نعم. فبقيت اشوف البيان بيترد عليه ازاي، لان المساله اكيد في علم وخبره، لازم انا مش موجود عندي الخبره لازم اتعلم. فابتديت ان انا اجيب بيان ونقرا ايه الاسلوب اللي حضرتك اتبعته اللي هو بالرد التفصيلي ده، هو ده الاسلوب، هو ده الاسلوب اللي متبع كله في رؤساء الوزراء السابقين خلال 20 سنه موجودين، كل رئيس وزراء بيقدم بيان وبيتم الرد عليه بنفس الطريقه. فانا يعني بس في حته عايز اكملها. اتفضل. فده بعد الرفض كان في حاجه تانية، ان انا لقيت اتجاه معظم المجلس، ودي كانت بقى يعني النقطه الفاصله، واخد اتجاه ان هو يرفض البيان، وده طبيعي ان احنا نرفض البيان، وبيطالب الدكتور كمال الجنزوري بالاستقاله. فانا شفت يا جماعه قعدت معاهم قلت لهم دلوقتي انتوا عايزين يعني دكتور كمال الجنزوري يمشي. طيب احنا كنا في ساعتها في شهر 4، قلت لهم عشان يمشي الدكتور الجنزوري ونقعد كمجلس حتى بصرف النظر بقى عن المجلس من حقه ولا مش من حقه ناحية هذه القضية جانبا، لكن انا هنمشي انه من حق المجلس. طيب ازاي هتتفق على حكومة وفي قد ايه وانت معرفتش تعمل اللجان في المجلس اللي هي الاسهل بكتير جدا؟ فهتاخد منك شهر مثلا، دخلنا في شهر 5. طيب عبال ما الوزير يدخل وزارته ويبتدي يتعرف على الوزارة هيكون خلص شهر 5، ودخلنا في شهر 6 دخلت على الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هيجي رئيس جمهورية منعرفش يبقى مين، وهيغير يجيب وزير جديد لأن ما كانش لسه الدستور اتعمل، يجيب رئيس وزراء ويشكل وزارة جديدة. فقلت له يا جماعة ده هيبقى عبث بمصلحة المواطن المصري، اللي أنا أجيب وزير عشان أغير وزارة وغير ناس قاعدة بقالها بتؤدي عمل، وأجيب وزير عشان يقعد شهرين ويمشي، ده يبقى عبث بمصلحة المواطنين. وابتدى يحصل فيه نقاش مع رؤساء الكتل البرلمانية، والحمد لله يوم الرد بقى الرسمي على بيان الحكومه طلع جميع رؤساء الكتل البرلمانيه عدا الحريه والعداله رفضوا البيان وطالبوا الدكتور كمال الجنزوري بالاستمرار في الوزاره والحكومه الى حتى انتخاب رئيس جديد. ولما جه الدكتور محمد مرسي، وده بقى الحاجه الغريبه جدا، لما جه الدكتور محمد مرسي بقى رئيس الجمهوريه ساب الدكتور كمال الجنزوري في رئاسة الوزراء فترة أكبر من اللي كانوا عايزين يمشوه فيها قبل انتخابات الرئاسية. وده كان طبعا مشهد فاصل وفارق في مسألة العلاقة مع حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، ولكن أنا شايف أن المحللين السياسيين والإعلام ما وقفش عند الموضوع ده كتير أو ما انتبهش له، مع ان انا شايف ان هو ده كان موضوع مهم جدا. عندك حق. هنا بنيجي لمرحلة مهمة جدا عشان نحرق المراحل بس في علاقة حزب النور مع جماعة الاخوان، وهي استحكام الخلاف ما بين جماعة الاخوان والدكتور مرسي من ناحية، وما يعرف باسم جبهة الانقاذ في ذلك الوقت حول مرحلة ما بعد الاعلان الدستوري. انتوا كنتوا فين في المرحلة دي؟ المرحلة دي طبعا مرحلة مهمة جدا، لكن انا قبليها عايز بس برضو اشير جزء بالدكتور كمال الجنزوري. الدكتور كمال جه عمل حاجة مهمة جدا، وحاجة انا شايف ان يعني نموذج ينبغي ان يحتذى به لاي رئيس وزارة. ابتدى الدكتور كمال الجنزوري يعمل اجتماع لجميع اعضاء مجلسي الشعب والشرف لكل محافظة منفردة. يعني مثلا محافظة اسكندرية، محافظة البحيرة، يجيب اعضاء مجلسي الشعب والشورى ويجيب المحافظ ويجيب مجموعة من الوزراء المعنيين بأضخم المشاكل في هذه المحافظة، ويبتدي يتدارس
الوضع الموجود وايه مشكلات المحافظه والوزراء موجودين والمحافظ موجود ويتم اعتمادات ماليه لهؤلاء لهذه المحافظه ويحل من على الواقع تبقى على ارض الواقع والنواب موجودين نواب الشعب. اللي بيعمله الدكتور كمال الجنزوري كان حزب الحريه والعداله في مقاطعه كامله لهذه الجلسات وده كان احد ده برضو من النقاط الفارقه يعني الحزب النور وكان قاطع هذه الجلسات وحزب الحريه والعداله ما بيحضرش يبقى انت كده بتموت وبتقتل هذا النظام وهذه الجلسات اللي هي يعني هتعود بمصلحه كبيره على المواطن المصري. فحزب النور كان فهو حزب الحريه والعداله كان بيلعب السياسه بشكلها الضيق المحدود دون النظر الى خلاص هو دخل في عداء مع حكومه الدكتور الجنزوري يبقى حتى فيما يتعلق او ما وراء حكومه الدكتور الجنزوري اللي هو المجلس العسكري بالظبط كده لانه في نفس الوقت كان برضه في مقاطعه لحضور المجلس الاستشاري بالظبط كده طيب فدي كانت مرحله مهمه. الجزء بقى اللي بعديها اللي هو الانتخابات الرئاسيه لا شك ان حزب النور خد موقف مغاير وايد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح والتأييد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح كان بعد سلسله من الاجتماعات حصلت مع الثلاث مرشحين اللي بينتموا لتيار الاسلام السياسي كان الدكتور العوا والدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وتم طبعا مناقشه كبيره جدا مع الثلاث مرشحين واسئله يعني كانت في غايه الاحراج بتتم ولكن كانوا بيجاوبوا عليها وفي الاخر اتعمل تصويت ودكتور عبد المنعم فتوح حاز بحوالي مثلا بنسبه تتعدى 75% او تتعدى 70% اللي هو المرشح اللي الذي يتم تدعيمه في انتخابات الرئاسه. لم يوفق في الجوله الاولى جينا في الجوله الثانيه في المنافسه بين الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق حصل لقاء اخر مع الدكتور محمد مرسي وتوجيه بعض الاسئله وتم تدعيم الدكتور محمد مرسي في جوله الاعاده واعتقد ان يعني الحزب ساهم مساهمه كبيره جدا. عندي سؤال لحضرتك نطرحه بعد الاستراحه هو من الف وباء. السؤال الاول تحت اي اسباب او ظروف موضوعيه كان رهانكم الاول على الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ السؤال الثاني بعد مواقف الدكتور عبد المنعم الاخير ما بقولش اذا كانت ايجابيه او سلبيه بالذات فيما يختص بمساله التصويت على الدستور لو كان هو المرشح الرئاسي هل سيظل موقفكم داعما للدكتور عبد المنعم اذا نازل مرشح رئاسي مره اخرى؟ بعد الاستراحه تابعونا على الهواء مباشره.